هل فكرت يوماً بأن هذا الطفل الذي تحمله بين يديك سيأتي يوم ويحمل فيه شعباً بأكمله؟ هل توقعت أن هذا الطفل الذي بين يديك قد يكون يوماً ما ممن ينصر إمام زمانه، أو يكون من القادة 313 في جيش صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه؟ سنروي لكم قصة قصيرة. منذ 1400 سنة اجتمع جيش كبير لقتال إمام زمانهم الإمام الحسين عليه السلام. هذا الجيش لم يكن وثنياً أو مجوسياً، بل كان جيشاً مسلماً، ولكن سوء التربية وحب النفس وضعف البصيرة وضعهم وجهاً لوجه مقابل إمام زمانهم. في معسكر الحسين عليه السلام كان الصغار والكبار يتهافتون للدفاع عن إمامهم، لكل دوره في معركة البصيرة تلك، حيث لا فرق بين كبير وصغير في قافلة العشق. من الأطفال الذين كانوا في ركب سيد الشهداء وقتلوا دفاعاً عن إمام زمانهم القاسم بن الحسن 13 سنة، عبد الله بن الحسن 11 سنة، عبد الله الرضيع 6 أشهر، وغيرهم. ظن البعض أن قتل هؤلاء الأطفال كان محض صدفة أو عن طريق الخطأ، ولكن الحقيقة أن الأعداء كانوا على علم أن هؤلاء الأطفال يحملون دماً مقدساً، يحملون تربية رسالية تخولهم أن يكونوا قادة الغد، لذلك كان لابد من تصفيتهم. ولا زال الأعداء إلى اليوم يحاولون اغتيال أطفالنا، ولكن الهدف هذه المرة هو عقولهم وأرواحهم. أهلنا الكرام، هذه رسالة لكم. لنا إمام غائب سيعود عما قريب، وسيهيئ جيشا عظيما، سيكون الجيش الأقدس في العالم، سيقيم به دولة العدل والسلام، سيقضي على كل الظلم والفساد، وستشرق الأرض بنور ربها. يجب على كل فرد منا أن يربي نفسه. علينا أن نؤسس أسراً مهدوية، أن نربي أطفالاً مهدويين لينصروا صاحب الزمان، ونهيئهم ليكونوا قادة في دولة العدل الإلهي.